بسم الله الرحمن الرحيم. معنا الآن رئيس فريق رمادا الأستاذ علي حسن ضامري. فريق خسر الليلة. أستاذ علي، رأيك بشكل عام في دورة الركوبة كتنظيم وكتواجد جماهيري وحتى كنهائي، وانطباعك عن المباراة النهائية التي قدمتها الليلة أمام فريقي أمل الركوب؟ الحمد لله على كل حال، وأنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. احنا خسرنا البطولة دي، ولكن الشباب لما قصروا أدوا ما عليهم، وهذا اللي عندهم والتوفيق من الله. وإخواننا الركوبة يستحقون، فازوا بالبطولة، قدموا مستوى يستحقون البطولة، وما بيننا خاسر سواء احنا ولا الركوبة، واحنا إخوة وأصدقاء من زمان على جيل الأخ أبو القاسم أبو الواجي ومحمد صالح مهجري وشباب كلهم زملائنا، يعني كنا يعني يد واحدة للأيام. فريق رمادا غاب كثيرا لكنه الآن عاد كفريق بطل. النقطة التي أبحث عنها، هل الخسارة الليلة تعتبر نهاية للمجهودات أو نهاية للإبداع والصورة الجميلة التي عاد إليها وقدمها فريق رمادا؟ لا بالعكس، خسارتنا الليلة ما هي نهاية، وإنما هي بداية مشوار الشباب اللي احنا بدأنا الآن، خاصة بعد فترة غاب فريق رمادا عن البطولات كثيرا. أنهكته حقيقة عدة ظروف، ولكن عندما رجعنا ولملمنا الشباب وبدأنا نجدد ونأسس الفريق من جديد، وهم صغار سن الآن، أكبرهم يمكن سنة، والحمد لله على كل حال، وإن شاء الله هذه بداية المشوار. شكرا لك أستاذ رئيس فريق رمادا، هارد لك على الخسارة الليلة، وجود لك في الأيام القادمة.